أصيلة مدينة زوينة، وبالنسبة للأصيلة اللي بيجي لها الجو زوين ديالها والناس ديالها تاهم مزيانين، من ناحية شي يقول لي الكراود داكشي مزيان في أصيلة، ما بين 300 250 7000 ريال حسب قد ما سميتو تتلقى حتى 400 درهم. بالنسبة إلا جيتي الأصيلة ما تلقاش المشكل في المادة ديالك، بأنك داكشي اللي جايب معاك غتعيش فيه معاهم، ثمن فايق مزيان، ومن ناحية الكرا مزيان وموجود. حنا ولاد سلا، جينا من سلا حتى لشيطوان، فهمتيني، جينا للمارشي ديريكت. حيت الصراحة كلشي فيه مزيان، مناظر، أي حاجة هنا زوينة، الصراحة. تجيب معاك 500 درهم الله يشيشك فيك هنا، الصراحة. شنو نهضرو؟ فيه كلشي رخيص، لا من ناحية الماكل، لا من ناحية باراسولات، ولا من ناحية تكري أي حاجة، فيه كلشي رخيص. فهمتيني، واللي بغى يجي واخا الدرويش هنا يجي والله شي عايش، الصراحة. الكراخي تا والله تا رخيص، تخلى معايا دار كريناها، فيها ثلاث البيوت وكلشي ب 150. جينا من مدينة الرباط، مرتي حيت مدينة ساحلية، مدينة زوينة، مدينة فيها ما يتشاف، مدينة نقية، نقية تبارك الله، الناس ديالها مهلين فيها، المسؤولين ديالها مهلين فيها، لا كلشي زوين تبارك الله، كلشي زوين، الأمن كاين، كنا جالسين كنشوفوا تبارك الله البوليس، قوات المساعدة غاديين جايين، غاديين جايين، الأمور مزيانة، كيبان البحر نقي، ما كاينش زعما شي، من ناحية الأمن بعدا الحمد لله كاين الأمن. القضية اللي زوينة هنايا سيرتو في مارتيل هي أنها قريبة للمسجون ديال مثلا المضياق. أنا تنشوف جميع الشرائح هنايا بعدا في المضياق، يعني الحمد لله، يعني سيرتو المضياق تيفي واحد يعني الناس البساطاء، وكنشوف أثمنة مناسبة يعني في متناول. شوف كيجيو شباب، كيجيو شابات، كيجيو عائلات، يعني تيجيو دي كوبل، يعني الحمد لله، يعني في المتناول، أنا كنشوف في المتناول. حنا جينا من مدينة الخميسات، جينا مولفين ديما كنخيمو هنايا في المضيق، والصراحة ما عمر شي حاجة ما عجباتناش، كلشي في المستوى، لا بالنسبة للمطاعم ديالها، ولا بالنسبة للترونسبور، ولا بالنسبة للسكنة، كلشي في المستوى، وتا الأثمنة. يعني كاين فين يعيش انسان درويش وانسان اللي عنده اللي ما عندوش، يعني انسان كيتمشى على جهده. انا جيت من مدينه تطوان، جيت للبحر كابو نيغرو، لان الدراري عجبهم وداك الشيء، معايا الضياف من لا فرانس، عجبهم بزاف. ايوا فضلت جو بريفير نمشي لهاد البحر هذا. انا قلت لك لا ميغ انا صافي، وهادو هما ليسونسيال، هما هادو لا بوتي دو لا ناسير، عجبني لا بوتي دو لا ناسير، ان لا ميغ اي تخي كلير، وبالنسبه هادي ما كاينش شي ديشي في الارض، هادو اهم حاجه. انا تونسي، زرت المغرب في 6 أشهر 8 مرات، عجبتني المغرب مليح، ما كنتش عندي حتى فكرة، تبدلت الفكرة متاعي كومبليتمون. حكاوا لي شوية على المنطقة هذية، وميزون انسيستي أكدوا عليا كوني كابو نيغرو فيها حاجة إنوجيدابل في المغرب. جي بروفيت لوكازيون، استغليت الفرصة وجيت لكابو نيغرو. أول حاجة بهرتني في كابو نيغرو أنظافها، أول مرة نشوف مدينة نقية بالشكل هذا، منطقة نظيفة خضراء في المتناول الجميع، ناس كل شيخة، تحس بالطمأنينة، تحس كونك تعدي في فاكونس مزيانة، ولا ثمانة فهمتي مناسبة، كل شيء متوفر، الأمن مستتب، الشعب يعيش في عيشة راقية، تبارك الله. ودلو بالطبيعه ديالها الخلابه، ودلو يعني كمدينه شاطئيه ما كتبقاش ما كتقتصرش غير على الشاطئ ديالها ولا البحر،
بالمناسبه باش نشيروا انها للمره الحادية عشر على التوالي انها كتحظى باللواء الازرق، ولهذا هذه واحد القيمه مضافه للشاطئ دوادلو، يعني جوده المياه نظافه الشاطئ. ثانيا انه منطقه دوادلو كيف قلت ما كتقتصرش على الشاطئ، وانما هناك جبال، هناك سهل، هناك دوادلو، اي دوادلو عندها واحد الطبيعه المتكامله اللي يمكن المصطف او السائح سواء كان من جاء مغربي او من خارج الوطن لمدينه دوادلو انه يمكن فاش يعمر وقته ويبدل يعني بالتمتع ديالو بالشاطئ، بالبحر، بالواد، بالجبال، كذلك الثمن يعني بالمقارنه ملي كنقارنوا مع الشواطئ اخرى انه الثمن كيبان لي انه مناسب وفي المتناول ديال الجميع. ولهذا بالمناسبه احنا كندعو الزوار الكرام انهم مرحبا بهم مدينه دوادلو، ونتمنوا لهم مقاما سعيدا وعطله سعيده. حنا جينا من مدينه القنيطره، جينا هنايا للشمال، المنطقه ديال الشمال، جينا ندوزو واحد 15 يوم، ندوزو هنايا نشوفو المناظر ديال البلاد، نشوفو البلاد الزينه كي دايره. انت كما تشوف الدنيا مزيانه هنا، الناس ديال الشمال اللي عمر لهم الدار تشوفو منهم على الخير، لا من بالنسبه للاثمنه، لا بالنسبه للكره، لا بالنسبه فين يترفوا الدراري الصغار، كلشي الحمد لله موجود. وبالنسبه للكاياك راه درنا واحد دخل ان شاء الله لداخل، دازت مزيانه الاجواء، ما نقول لك الشعر كلشي زوين الحمد لله هنايا. وكيما قلت لك الله يدوم نعمه علينا. هنايا تقريبا الوالد ولفنا اننا كنجيو كل عام كنجلسو مده نتاع 30 يوم في جديده، حيت كيقول لك الجو ديالها في شكل سبيسيال بزاف، وماشي بحال المدن الجديده، تقريبا عندها واحد النكهه خاصه صراحه كاين ما يتشافع، ماشي واخا مدينه صغيره كاين انسان فيني دور، فيني يجي مع العائله، وتا الامن بالنسبه للامن يعني ما عندكش مناش تخاف. المعيشه هنايا رخيصه بزاف، يعني مناسبه للانسان المسكين ما عندوش بغا يبحر، راه مزيانه بزاف. بلاج ديال جديده جميله وكبيره، جديده باش زوينه ثاني من ناحيه الاقتصاديه، السكن راه ما غاليش، اللي بغى يجي يدوز العطله ديالو، والمعيشه موجوده، الخضره، اللحم، اللي بغيتو كاين. افيك ان بوتي بيدجي يقدر يكري، يسكن، يتبحر، ياكل الحوت، كاين الحوت موجود عندنا، واللي يجي الجديده عنده يقدر يمشي لسيدي بوزيد يتبحر، واحد لابلاج تاهي جميله بزاف. السلام عليكم، سميتي مهدي من كازا، كنجي كل عام هنايا لبوزيد. بحر تبارك الله زوين، ناس مزيانين، كلشي اطر مزيان، واللي بغى زعما يجي معيشه عاديه، اللي كاين اللي كل واحد كيبغي يمشي على الجهه ديالو، اللي بغى يكري غالي راه كيمشي لبلايص غاليين، وكاين بلايص عاديين، يعني جميع الطبقات يجيو الجديده. كاين الناس اللي ما عندهمش، يعني كاينين ديور خاص، والماكله المعيشه رخيصه، تقدر تاكل حتى من 10 دراهم تغدي، كاين الشوايه ديال الحوت، كاين شحال من حوايج، كاين لابلاج لتحت. ولكن كنصح الناس يجيو لبوزيد حيت فيه قهوة زوينين، فيه ناس دراويش، والبحر ترونكيل، ما فيه لا سرقه لا حتى شي حاجه، الناس كيلعبوا كرات، وزوينه الدنيا هنا بزاف، وبنادم كيرتاح نفسيا مورالمون وكل شيء.
كما كتشوفوا العيشة من الخلفة حتى الكرا كيكون رخيص تجي مناسب من الدرويش لاقدر يجي يعني يقدر يعيش هنا كما كتشوفوا يقدر بنادم الأنشطة ديالو هنا كاع أي أيوة واحد عنده شي هو يقدر يديرها كاين عند كورة عند راكيط كاين كاير بيدالو دي بلونت أي واحد عنده شي هو يقدر يلقاه. هاد المدينة هادي في الصيف المدينة اللي كتعرف واحد التحول كبير في البنية التحتية اللي عرفت واحد التغيير كبير يعني في السنوات الأخيرة أكادير يعني تحولات يعني ماشي كي كانت من ناحية يعني السياحة سواء السياحة الداخلية أو السياحة يعني الناس اللي ترونجي أكادير يعني أكادير والنواحي تغازوت تمرغت جميع المناطق اللي يعني المناطق السياحية اللي كاينه في المنطقه ديال اكادير كتعرف يعني واحد الاكتظاظ كبير من المواطنين يعني سواء المغاربه العالم او المغاربه يعني الداخلين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.